الجوالات هذه اللي عنده جوال يا أخوان، الموسيقى لا تتساهلوا بالموسيقى في المساجد، لا تتساهلوا بمعصية الله وأنت جئت ودخلت من باب المسجد وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلا تخرج بالآثام وبأبواب غضب الرحمن، احرص على ذلك يا رعاك الله. أنت في حضرة ملك الملوك، أنت في حضرة الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أنت في حضرة الغفور اللطيف الخبير الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، فتعرض إلى هذه النفحات وإلى هذه الخيرات. أنت في موطن تتنزل عليك الملائكة وتغشاك السكينة ويذكرك الله في من عنده، فلا تجعل الشياطين تأوي إليك في المكان الذي أنت فيه ترجو فيه رحمة الله عز وجل.